السلام عليكم. Verb to be، واحد من الأشياء المهمة اللي لازم نعرفها عشان نقدر نكون جملة. Verb to be بيكون من في المضارع من am و is و are. am بتاخد شيء واحد بس اللي هو I، فبيكون I am أو I am. is بتاخد التلات أشياء الصغيرين he و she و it، فبقول he is، she is، it is. are بتيجي مع التلاتة الباقيين they we we you، فبقول they are we are you are. طبعا دي الضمائر الشخصية اللي انا نزلت قبل كده spelling sheet بتاعها. I يعني انا، he يعني هو، she هي، it هو وهي لغير العاقل، they يعني هم، we يعني نحن، we you يعني انت. في مثال هنا بيقول I، خدنا I مع am فبقت I am happy student. she is intelligent. they are، و they are مثلا they are students. طيب في مواقع على الانترنت ممكن من خلالها نقدر نطبق الكلام ده. ده موقع لتعليم اللغة الإنجليزية أونلاين. كل اللي احنا هنعمله إن احنا هنقرأ الجملة ونختار الإجابة الصحيحة. هنا كتب لي I هختار، بتاخد am، I am Michael. you بتاخد are، he تاخد is، she هتاخد is، we are، you are، they are. وبعد ما نخلص بندوس check نشوف الإجابة، فالإجابة تطلع correct يعني الإجابات كلها صحيحة. نشوف واحد تاني. I هنختار واحد من ثلاثة. I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are، they are. وبعد ما نخلص